بسم الله الرحمن الرحيم. محمد دغيم، مدرب تنمية بشرية. اليوم أنا المدرب المساعد للدكتور محمد عفيف في مهارات المدرب المايسترو 11. الحقيقة أنا اللي شايفه في جهد متواصل وإصرار متتابع من مركز أفيروس إنسباير لاكتشاف المواهب التدريبية عند المدربين أو محبي التدريب. هذا الحقيقة شيء يحسب لمركز أفيروس بقيادة الدكتور محمد عفيف، جزا الله كل خير.